Banding and Light Flicker. مرحبا، معكم عمر بحرة في حديث الكاميرا. وحديث الكاميرا اليوم عن سبب ظهور وميض ورشفة في الأضواء التي تستخدم لإضاءة الموضوع أو تلك التي تكون في خلفية الموضوع، بحيث نرى أن الإضاءة وكأنها تنطفئ وتشتعل بسرعة كبيرة أو أحيانا ترتجف، أو قد تظهر خطوط عرضية أفقية متحركة أو ثابتة على الفيديو، وهو ما يدعى كمصطلح Banding and Light Flicker. ما هو سبب هذه الظاهرة وكيف يمكن تجنبها؟ وما أسباب وميض ضوء الفلوريسانت ومصابيح الـ LED في الفيديو؟ عادة ما تتسبب بعض أنواع الإضاءة مثل إضاءة الفلوريسانت وبعض أنواع إضاءة LED والتي تعمل على التيار الكهربائي المتردد حصراً، البعض أيضاً يدعوه التيار المتناوب، وتتسبب بحدوث وميض ورجفان في الضوء، وتظهر الإضاءة وكأنها تنطفئ وتشعل بسرعة كبيرة، أو قد تظهر خطوط أفقية متحركة على الفيديو. هذا الوميض المتردد للضوء والذي يظهر على الفيديو غير مرئي للعين البشرية لأنه يحدث بسرعة كبيرة. في الماضي وقبل ظهور إضاءة LED كانت هذه الظاهرة موجودة في حال التقاط الفيديو تحت إضاءة لمبات الفلوريسانت أو أثناء تصوير شاشة تلفزيون من النوع القديم CRT، وكانت تظهر في شاشة التلفزيون خطوط عرضية داكنة اللون، وكذلك أثناء التقاط صور فوتوغرافية للشاشة تظهر فيها خطوط عرضية باللون الأسود. هذا يعود لأسباب مشابهة والحلول كانت مشابهة. لمعرفة سبب وميض الإنارة في الفيديو دعونا نفهم السبب وراء ذلك. نحن نعلم أن التيار الكهربائي المتردد يعمل أو يتكون على شكل موجة لها ذروة عليا وأخرى سفلى، وبالتالي تتحرك الإلكترونات في التيار في دورات، بحيث يمر الإلكترون خلال موجة مرة في الأعلى ومرة في الأسفل، يعني حسب الموجة هيك. وتعرف حركة الإلكترون في الموجة الواحدة باسم هرتز أو واحد هرتز أو دورة، يعني الموجة الواحدة واحد هرتز. في هذه الحالة وأثناء انتقال الإلكترون بين ذروة الموجة وأسفلها ينطفئ المصباح مرتين في الموجة الواحدة، تغير الموجة. في العالم باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية تردد الكهرباء هو 50 هرتز، وفي الولايات المتحدة الأمريكية فإن تردد الكهرباء هو 60 هرتز. هذا يعني أن الضوء أو المصباح يتم تشغيله وإيقافه عند 50 هرتز 100 مرة في الثانية، لأنه ينطفئ مرتين في الثانية ويشتغل مرتين في الثانية، وعند 60 هرتز بمعدل 120 مرة في الثانية. عمليا إن أعيننا غير قادرة على رؤية وميض الضوء هذا، لكن لسوء الحظ يمكن للكاميرا أن تلتقطه، وكذلك يمكننا ملاحظة الوميض على شاشة الكاميرا أو على شاشة الكمبيوتر أو التلفزيون عند عرض مقطع الفيديو. إذن يصبح وميض الضوء وهو ما يدعى بالفليكرينج واضحا على شاشة الكاميرا لعدة أسباب. الأول، عندما لا يتطابق معدل الإطارات في الثانية وهو ما يدعى فريم بير سكند والمختار لالتقاط الفيديو مع تردد التيار الكهربائي وإطفاء وإشعال الإضاءة. الثاني، عندما لا تتوافق سرعة غالق الكاميرا سبيد شتر مع تردد التيار الكهربائي، ونحن نعلم أن غالق الكاميرا شتر مزود بعدة سرعات فتح وأغلاق، وعلى الأغلب يعمل غالق الكاميرا أثناء التقاط فيديو عند سرعات غالق منخفضة مثل 1/30 جزء من الثانية أو 1/60، غالبا على 1/30، وهذا ما يشكل عمليا نصف زمن التردد بالهرتز عند التقاط الفيديو في أمريكا بتردد 60 هرتز. وبالتالي في هذه الحالة لم تلتقط الكاميرا عملية إطفاء وإشعال الضوء التي يتسبب بها التيار المتردد، لكن أثناء التقاط الفيديو في دول أوروبا والعالم بتردد 50 هرتز
فإن سرعة 1/30 من الثانية لا تتزامن مع هذا التردد، وبالتالي ستلتقط الكاميرا عملية إطفاء وإشعال الضوء التي يتسبب بها التيار المتردد. كيفية إيقاف الوميض في الفيديو أو على شاشة الكمبيوتر؟ بالنسبة لبعض الناس فإن رؤية وميض الضوء أمر مزعج، وهناك بعض الطرق التي يمكن أن تساعد في تقليل هذا التأثير إن لم يكن القضاء عليه تماما. بسرعة سيتردد إلى الأذهان وخاصة المصور الذي يعرف قوائم الكاميرا تماما أن الكاميرا يمكنها معالجة هذه المسألة، وذلك بسبب وجود أمر في الكاميرا باسم مشابه مثل Flicker Decrease أو Flicker Reduction Shooting. يوجد هذا الخيار في قوائم الكاميرات المختلفة وتحديدا في قائمة إعداد الفيديو. انتبهوا، قائمة إعداد الفيديو، لأن هنالك أمر آخر في قائمة الكاميرا أو الصور الفوتوغرافية، وهذا الأمر مخصص لمعالجة وإخفاء الوميض أو الخطوط الأفقية، ويجب اختيار تردد الكهرباء من القائمة حسب المنطقة التي تقيم بها مثل 50 أو 60 هرتز وسوف يختفي الوميض. لكن من ناحية عملية قد لا يعمل هذا الأمر على إلغاء الوميض والخطوط في جميع الحالات ومع كل أنواع الإضاءة التي تتسبب بالوميض، لهذا يجب اللجوء إلى الطرق الأخرى والتي سأتحدث عنها لاحقا. من ناحية أخرى يوجد خيار مشابه بالاسم لكن بضبط مختلف، وهذا الخيار يوجد في قوائم ضبط الكاميرا المخصصة لضبط التصوير الفوتوغرافي، وهو لا علاقة له بالوميض أو الخطوط الأفقية الناتجة عن الإضاءة، فهو مرتبط بالتداخل الذي ينتج عن الألبسة المخططة أو أي مخططات أخرى تنتج نوع من التداخل موير مع شبكة الباير فلتر باترن أو مع بكسلات الكاميرا الموجودة في سنسور الكاميرا. يحدث تداخل ما بين عدد البكسلات الكبيرة والملابس أو الأشكال المخططة، فيعطي التداخل نوع من الزغيان. إذن هذا ما يدعى بالموير. الحل الآخر، يوجد مع بعض كاميرات الفيديو وفي قوائم الكاميرا الأمر NTSC بال، وهذا الأمر طبعا هذا مو مع كل الكاميرات، بعض الكاميرات، وهذا الأمر له علاقة وثيقة بعدد الإطارات الملتقطة في الفيديو بالثانية. نظام NTSC وهو اختصارا National Television System Committee والمستخدم في أمريكا، في هذا النظام أو نظام NTSC تلتقط الكاميرا الفيديو بعدد 30 إطار في الثانية، وهو ما يتناسب مع تردد التيار الكهربائي في أمريكا وهو 60 هرتز. بينما تستخدم الدول التي تعتمد نظام التردد الكهربائي 50 هرتز نظام البال، وفي هذا النظام تلتقط الكاميرا الفيديو ب 25 إطار في الثانية، لهذا يجب ضبط نظام الإخراج في الكاميرا واختيار أحد النظامين NTSC أو PAL. فإذا كنتم في أمريكا فعليكم اختيار نظام NTSC، أما في أوروبا وأغلب مناطق العالم الأخرى فعليكم اختيار نظام PAL. حل آخر، اضبط عدد الإطارات في الثانية فريم بير سكند عندما تلتقط الفيديو مع إضاءة تستخدم كهرباء تردد 50 هرتز. يجب اختيار عدد إطار الفيديو الملتقط بما يتناسب مع تردد التيار الكهربائي. وكمثال على هذه العملية، كاميرا تلتقط الفيديو بعدد مختلف للإطارات، موجود في ضبط الكاميرا عدد الإطارات التي تلتقطها في الثانية الواحدة مثل 24 إطار في الثانية أو 25 إطار أو 30 أو 48 أو 50 أو 60 أو 100 أو 120. يعني هذه الكاميرا فيها كل هذه الخيارات من التقاط الإطارات وهو صور طبعا في الثانية، فيها كل هذه الخيارات. فماذا سنختار في هذه الحالة؟ في هذه الحالة فإن الكاميرا يمكنها أن تلتقط الفيديو بدون ظهور الوميض والرجفان في الإضاءة عند 25 إطار في الثانية ومضاعفات ال 25، مثلا 25 50 100، إنه كله متناسب مع طول الموجة الكهربائية أو الهرتز.
بينما يظهر الوميض عند عدد الإطارات التي لا تتناسب مع رقم 25 مثل 24 إطار 30 48 60 120. لدي هنا أكثر من مصدر إضاءة للتجربة. مصدر إضاءة يعمل بإضاءة الـ LED. هذا المصدر هو LED وبالتيار المتردد، ومع ذلك لا يصدر أي رجفان أو فليكر. يبدو أن السبب أن هنالك دوائر خاصة في داخل الإضاءة لمنع هذا الفليكر. بينما عندي هنا ضوء يتسبب في الفليكر، ملاحظ كيف ظهر الفليكر في الصورة، خفض الإضاءة هون، ملاحظ صار في عندي فليكر في الصورة ورجفان في الإضاءة. إذن لنتحرى السبب وما هو السبب في الكاميرا. نلاحظ هذا الرجفان هنا، يجب بداية تشغيل قوائم الكاميرا، وأول هي إيقاف هذه الكاميرا. من قوائم الكاميرا يجب التأكد من أنني قمت بتفعيل الفليكر ريدكشن. يبدو أنني قمت بتفعيل الفليكر ريدكشن واخترت 50 هرتز التيار المتناوب أو المتردد الموجود في هذه المنطقة، هي 50 هرتز. إذن لماذا لا يزال الفليكر يظهر لدي في الصورة؟ السبب هو عدد الإطارات في الثانية. قائمة اختيار عدد الإطارات في الثانية فريم سايز أو فريم ريت، يبدو أني قد اخترت 30 إطار في الثانية. 30 إطار في الثانية غير قابل للقسمة على تيار الكهربائي أو تردد تيار الكهربائي 50 هرتز. لذلك يجب أن أختار رقم مثل 25 قابل للقسمة على تردد التيار الكهربائي 50 هرتز. نلاحظ أن الفليكر قد اختفى. نجرب تجربة أخرى لنضع عدد إطارات 24 إطار أو فريم بير سكند في الثانية. نلاحظ أن الفليكر أو الباندينج قد عاد. السبب أن الـ 24 غير قابل للقسمة على تردد التيار الكهربائي الموجود في هذه المنطقة. طبعا لا يمكنني تسجيل التجارب الأخرى بسبب أن برنامج التسجيل لا يقبل تسجيل البرامج الأخرى، ومن الصعب تسجيل هذا الموضوع، يحتاج وقت كثير. 120 إطار غير قابل للقسمة على 150، فإذا سيصدر لدي فليكر، بينما 100 إطار قابل للقسمة على 50، فإذا لا يصدر لدي فليكر. 60 إطار في الثانية غير قابل، بينما هو مناسب مع التيار الكهربائي المتردد الموجود في الولايات المتحدة الأمريكية 60 هرتز. وبما أن شاشة الكاميرا تعرض الوميض ورجفة الضوء، فإن من السهولة بمكان ضبط عدد إطارات الفيديو ومراقبة عملية ظهور أو اختفاء الوميض على شاشة الكاميرا قبل التقاط الفيديو. إذن يمكنك تخفيض عدد الإطارات في الثانية أو زيادته حسب ما يظهر على شاشة الكاميرا. بالطبع قد يظهر الوميض بشكل أكبر مع زيادة عدد الإطارات في الثانية، حتى لو كان عدد الإطارات متناغم مع تردد التيار الكهربائي مثل 120 أو 200 إطار في الثانية. وأنا أنصح بتجربة عدد الإطارات ومراقبة شاشة الكاميرا، فهي أفضل طريقة لتجنب الوميض الذي يظهر بسبب إضاءة LED 220 إطار في الثانية. ومن ناحية أخرى يمكن ضبط سرعة غالق الكاميرا. وقبل ضبط سرعة غالق الكاميرا يجب معرفة تردد مصدر الطاقة سواء كان 50 أو 60 هرتز، وذلك لاختيار سرعة الغالق المناسبة لتتزامن مع وميض الضوء. وعند التصوير بالطريقة الأوتوماتيكية أو المبرمجة عند حرف B، فمن غير الممكن التحكم بسرعة غالق الكاميرا. في هذه الحالة الكاميرا تقوم بوضع سرعة الغالق وفتحة العدسة بشكل تلقائي، لذلك أنا لا يمكنني التحكم. ولهذا السبب يجب التحول إلى وضعية التعريض الضوئي اليدوي. اختيار وضعية M من مفتاح التعريض الضوئي الموجود على الكاميرا، أو اختيار وضعية أفضلية سرعة غالق شتر سبيد، يعني يسموه S أحياناً، وأعتقد TV بالكانون أو AVTV، الله أعلم، تشوفوه أنتو. بحيث يمكنكم اختيار سرعة الغالق في الكاميرا وترك مهمة وضع فتحة العدسة على الكاميرا بشكل أوتوماتيكي. وفي هذه الحالة يجب اختيار سرعة غالق تتناسب مع تردد الكهرباء.
مثلا في أوروبا وبقية العالم تردد الكهرباء هو 50 هرتز، فإنك بحاجة إلى اختيار سرعة غالق 1/50 من الثانية أو أي سرعة أخرى تقبل القسمة على هذا التردد. ولكن سرعات الغالق قد تعمل بشكل جزئي وليس كلي، مثل عدد الإطارات في الثانية وفق مضاعفات السرعة أو السرعة القابلة للقسمة بسبب السرعة المرتفعة والتي تفسد عملية المزامنة. مثلا عند سرعة 1/200 يعود الوميض إلى الظهور، على الرغم من أن هذه السرعة هي من نفس عامل سرعة 1/50. إذا يفضل في هذه الحالة استخدام طريقة التحكم بعدد الإطارات في الثانية. ونفس الموضوع فيما يخص التردد الكهربائي في أمريكا 60 هرتز، فإن أنسب سرعة غالق هي 1/60 أو أي سرعة غالق تقبل القسمة على 60، وهو ما يقلل أو يلغي تأثير وميض الإضاءة، وخاصة إذا تم اختيار سرعة الغالق المناسبة بالتزامن مع عدد الإطارات المناسب في الثانية الواحدة. وأريد أن أذكر أن إضاءة الشمس والإضاءة الطبيعية لا تحدث أي وميض ورجفان في الإضاءة، كما أن الإضاءة التي تستخدم طاقة البطاريات وبمعنى آخر التيار المستمر ويدعى أيضا التيار المتواصل لا تحدث أي وميض في الفيديو. لهذا السبب فإن إضاءة الفيديو سواء الرخيصة الثمن أو المرتفعة تستخدم البطاريات كطاقة عمل لها، أو تستخدم محول من التيار الكهربائي المتردد أو المتناوب إلى التيار المستمر. وأيضا البطاريات تعمل مع التيار المستمر ومحول الكهرباء الذي يعمل تحويل كهرباء من تيار متردد إلى تيار مستمر وانتهى الأمر. ويجب الانتباه إلى أن بعض محولات الطاقة الرخيصة قد لا تفي بالغرض، رغم تحويل إلى تيار متواصل مستمر فإن الفليكر قد يكون موجود. في نهاية الفيديو أتمنى أن تكون هذه المعلومات في الفيديو مفيدة لكم. طبعا أتمنى منكم أيضا الاشتراك بالقناة ووضع إشارة الإعجاب ومشاركة الفيديو، وهذه الأمور مهمة جدا بالنسبة لي للاستمرار في القناة. شكرا لمشاهدتكم الفيديو، كنتم مع عمر بحرة في حديث الكاميرا، واللقاء في حديث آخر.